أقول الموافقات. هذا الكتاب كتاب من أعظم كتب التأصيل، من أعظم كتب التأصيل. والموافقات كتاب ذهب لأهل الذهب، تذهب به البدعة وتندحر وتقف السنة شامخة، ويتأصل المرء ليخرج الحكم تخريجا ناصعا، ويكون قد تضلع العلم حقا. الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي. هو إبراهيم بن موسى، طبعا أنا سأبدأ فقط بالتعريف به، وبعدين التعريف الكتاب يأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع المقدمة الأولى من المقدمات. هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي، وطبعا يعني توفي سنة 790، الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ من أهل غرناطة، كان من الأئمة الكبار، من أئمة المالكية، رحم الله الجميع ورضي الله عن الجميع، من أئمتنا الأفزاز. له تصانيف كثيرة، كان عالما حريرا تقيا نقيا مبدعا مؤصلا. الشاطبي نادرة من نوادر الزمان، نادرة من نوادر الزمان. له كتب كثيرة، الموافقات، وهذا هو أعظم من أعظم كتب الإمام الشاطبي مع الاعتصام، هذه أعظم كتب الشاطبي على الإطلاق. وعنده كتاب المجالس، وهو المجالس في شرح للبيوع من صحيح البخاري، وفيه الإفادات والإنشادات أيضا. وعنده رسالة في الأدب، الاتفاق في علم الاشتقاق وأصول النحو، طبعا مع الموافقات كما قلنا كتاب الاعتصام. وعنده شرح الألفية، المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية. أما الكتاب، كتاب الموافقات، هذا من أعز وأندر الكتب، أغفله كثير من الناس وعاداه كثير من الناس، ووقفوا سدا منيعا أمامه كثير من الناس، وسيبقى ذهبا خالصا. وهذا الكتاب فيه كما قلنا التأصيل، لما كان الكتاب العزيز هو كلية الشريعة وعمدة الملة، وكانت السنة راجعة في معناها إليه، تفصل المجمل منه وتبين المشكل وتبسط الموجز، كان لابد لمريد اقتباس أحكام هذه الشريعة بنفسه من الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى ما تفرع عنهما بطريق قطعي من الإجماع والقياس. سيأتي هذه مقدمة الكلام على الموافقات إن شاء الله الأسبوع القادم، نبدأ فيها في الكلام توسعة على فضل هذا الكتاب، وأيضا فضل الأصول فقه عموما، ثم بعد ذلك نشرع في المقدمات التي